المهم، السلام عليكم الإخوان والأخوات اللي كيشاهدونا عبر العالم الأزرق. معكم نبيل بن عيسى من هذا المنبر. مجموعة ديال الإخوان يعني كيتسائلوا على يعني المباشرات اللي كيدير نبيل بن عيسى. ومن هذا المنبر صراحة أكد أن من دائما كندير المباشر من أجل التواصل، كذلك تسجيل الموقف، خاصة فيما يخص واحد مجموعة ديال القضايا على المستوى الوطني كذلك على المستوى المحلي. من هذا المنبر تحياتي لكل الإخوان والأخوات اللي يشوفونا عبر العالم الأزرق. أزو للجميع. ومن هذا المنبر يعني من البداية ديال الحراك ديال الريف، عبد ربي شارك يعني في واحد مجموعة ديال الأشكال النضالية هنا بمدينة المضيق من السباقين. واحد مجموعة ديال الأشكال النضالية كانت تضيق في آخر المطاف، يعني شاركنا في الحراك في مدينة مرتين، كذلك في الفنيدق، الدرية، في الحسيمة. هاد واحد مجموعة ديال الأشكال النضالية شاركنا في المرخص والغير المرخص، يعني قبل الاعتقال ديال النشطاء ديال الحراك وبعد الاعتقال ديال النشطاء ديال الحراك. تحياتي للأخ اللي كيقول تحياتي للأخ نبيل بن عيسى، اللي خصني نأكد وهو أنه الاسم ديال المنتصر هو اسم صراحة ديال الفيسبوك، لكن انا الاسم ديالي هو نبيل بن عيسى. جاني تاج ان الاداره ديال الفيسبوك حرمتني يعني ما يعني ما انني نشط بالحساب ديالي اللي هو نبيل بن عيسى. ومن هذا المنبر يعني كنأكد انه كاين شهر ديال السجن، غرامه ماليه موقوفه التنفيذ، وهذا كامل كيدور في اطار التضييق على الحريات العامه والتضييق على الحريه الشخصيه، وكذلك الاجهاز على واحد الحق اللي هو من الحقوق الدستوريه ديال المغاربه اللي هي الماده 25، اللي هي الحق في حريه التعبير وكذلك في ابداء الراي. اخوان اللي كيشاهدونا، اذا كنا يعني غنتكلموا على السياق ديال المباشر ديال اليوم، وهو انه ونحن على يعني على المشارف وعلى الابواب ديال التخليد ديال الذكرى السابعه ديال حركه 20 فبراير المجيده، اللي صراحه غادي تكون يوم 20 فبراير. نتمنوا من الله انه غادي تكون يوم الثلاثاء. نتمنوا من الله انه يتم يعني التخليد ديالها، ويكون المطلب الاساسي هو يعني منا هذا ديال الاعتقال السياسي. ما كنتكلموا على الاعتقال السياسي، نتكلم ان الاعتقال السياسي هو قضيه وطنيه وكذلك قضيه طبقيه، وان الاشكال الذي نعيشه حاليا داخل المغرب هو ان المغرب يعيش في مفترق الطرق، يا اما انه ينهج للمقاربه الامنيه يعني ويستمر في المقاربه الامنيه وغادي تنار يعني جميع يعني المقومات ديال الشعارات ديال الدوله ديال الحق والقانون والتحول الديمقراطي وربيع الحريات والعهد الجديد ومجموعه ديال الشعارات اللي رفعت الدوله، غادي تنار وغادي ندخلوا يعني في الاستبداد، وغادي يعني في فور اللي صراحه غير مقبوله. دخل الجارح قلت انه الدوله حاليا عندها جوج ديال الخيارات، يا اما انها تنهج للمقاربه الامنيه كما نهجتها في منطقه ديال الريف، او انها يعني تدير وقفه ديال التامل وتراجع يعني واحد مجموعه ديال الحسابات ديالها. الاشكال المطروح حاليا وهو انه فيما يخص يعني التعاطي ديال الدول المغربيه مع الحراك ديال الريف، شفنا انه كان تعاطي اللي هو سلبي، وشخصيا اعتبر ان المقاربه الامنيه هي مرفوضه يعني جمله وتفصيله، وان الاعتقالات هي صراحه مرفوضه كذلك، على اعتبار ان الحق في التظاهر السلمي كذلك والحق يعني في الاحتجاج تكفله المواثيق الدوليه ويكفله الدستور المغربي. الاشكال المطروح حاليا وهو ان نشوفوا واحد المجموعه ديال صحه ديال الناس اللي يسيروا هذه البلاد هذه، اللي هما خارج التغذيه، او انهم يغردون خارج السير. مثلا نتكلموا على المغرب، نتكلم على وزير ديال الصحه، وكذلك نتكلموا على الصيد البحري، وزير ديال يعني جميع الوزراء صراحه لا علاقه لهم بارض الواقع، واخر يعني تصريحات كتاكد ان هاد الناس هادو عندهم تصريحات اللي هي غير مسؤوله. مثلا التصريح ديال وزير العدل، التصريح ديال وزير ديال الشباب والرياضه، كذلك التصريح ديال عز اخنوش اللي قال ان تحياتي للاخ اسد اللي قال انه الاعتقالات كانت واسعه وبدون رحمه. عبد الرب شخصيا منذ يعني انطلاق ديال الحراك ديال الريف نددت يعني بالمقاربه الامنيه
التي نهجتها الدولة يعني في منطقة الريف، واعتبرت أن الاعتقالات صراحة هي غير مبررة، وأن كل واحد كل اللي كيشوف أنه الإشكال هو هيب ديال الدولة. كذلك نتكلم هنا على الهيبة ديال الدولة، نقول أن الدولة الهيبة ديالها في العدالة ديالها، يعني في كريز العدالة الاجتماعية، في يعني في الحماية ديال الاحتياجات ديال المواطنين والمواطنات. الإشكال المطروح حاليا وهو أننا يعني كمغاربة صراحة نقولها وكل حرقة، نعيش يعني اللعبة، نعيش العدم، ونعيش الأفق مسدود. لا يمكن أن يعني نتكلموا أنه وزراء اللي صراحة داخل هذه البلاد هذه كيسيروا بلاد. باسم الحقاوي خصها الإقالة والعزل، كذلك شرفت أفيلال خصها الإقالة والعزل. كنتكلموا على عز أخنوش الإقالة والعزل، كنتكلموا على الجار الإقالة والعزل، كذلك حتى الفتيت الإقالة والعزل. وشخصيا أتكلم بكل يعني بكل موضوعية وبكل عفو، وأعتبر أنه صراحة أنا اللي كيتكلم يعني على الجريمة الإلكترونية والضرب يعني من المدانين، يعني في إطار يعني تدوين، تصوروا شهر سلف ديال السجن، وكذلك غرامة موقوت بقوة التنفيذ. فقط يعني الاشتباك أني يعني عندي اسم مستعار أكتب يعني في الأعراض ديال الناس، وكتب في الشرف ديال الناس. إشكال المطروح هو ملي كنتكلم على التدوين الفيسبوكي، نتكلم على حرية ديال التعبير، نتكلم على إبداء ديال الرأي، كنتكلم على التدوين الفيسبوكي كذلك، والجريمة الإلكترونية. الجريمة الإلكترونية واضحة وهو القرصنة أو البيراتاج، القرصنة ديال الحسابات إلكترونية ديال أشخاص آخرين، قرصنة ديال الحسابات ديال الدولة، قرصنة ديال الحسابات ديال البنكية، تجسس على الدولة. هذه كلها كتدخل في اطار يعني الجريمه الالكترونيه. اما ان مواطن يعني يدير مباشر في اطار يعني التفاعل مع واحد مجموعه ديال القضايا ديال الشعب المغربي، شخصيا اعتبر ان هذا حق دستوري وحق يعني كيكفل لا الدستور المغربي ولا المواثيق الدوليه. وما هذا المنبر مع واحد مجموعه ديال الاخوان يعني اللي عاملين الرايه ديال الامازيغيه ازول ولا النازول، ومن هذا المنبر كنأكد ان الجذور ديال المغرب هي أمازيغية، وخصنا نفتخر يعني بأن المغرب هو الجذور ديالو أمازيغية، وأن تيموزغا هي كانت من جذور الكناريا حتى لمصر، وأن كانت تحكمنا هي يعني الدخول الإسلامي أفات الإسلامي، كانت تحكمنا الدهية اللي هي الملكة الدهية. المطروح حاليا وهو كيف ما كنقولوا أن الأمة التي لا تمتلك حية تموت، والإشكال اللي مطروح حاليا هو واجب مصالحة تاريخية مع التاريخ ديال المغرب، لأنه من لا يعني تاريخ له لا مستقبل له. إشكال مطروح هو أنه يعني تكون مصالحة تاريخية مع التاريخ الحقيقي ديال الشعب المغربي، تاريخ ديال الأمازيغ، تاريخ ديال جميع يعني يعني الحقاب ديال الحكم اللي جالس في المغرب، كذلك ديال الجمهورية الريفية، كذلك ديال المقاومة اللي قاومت الاستعمار الإسباني والفرنسي. الإشكال المطروح حاليا وهو كيف ما كنقولوا أن المشكل حاليا داخل المغرب وهو انه كاين انسداد في الافق، وكاين كذلك يعني احتقان. وملي كنتكلموا على الاحتقان نتكلم على ان المقاربه التي نهجتها الدوله يعني منطقه ديال الريف وفي مجموعه ديال المناطق اللي عرفت حركات. ملي كنتكلموا هنا على الحركات عرفتهم يعني يعني المغرب، هادو حركات ديال الهوامش، وقلت انه الهوامش داخل المغرب انتفضت يعني الغياب واحد مجموعه ديال الاحتياجات، الغياب يعني تسبب الغياب التمدرس، غياب السكن، غياب التنقل. نتكلموا هنا على الاطلس يمشي، نتكلموا كذلك على طاطا، نتكلموا على تندرارا، نتكلموا على والماس، نتكلموا على خنيفرة اللي خرجوا كتابوا يعني بعدم القدرة الشرائية ديال الساكنة ديال خنيفرة في خصوص الفاتورات ديال الماء والكهرباء. كذلك لا جرادة خرجوا كيطالبوا بالذي الاقتصادي، كذلك وكيطالبوا ب ب ب ب ب يعني بعد القدره الشرائيه. كذلك في القضيه ديال الموضوع تكلمنا من داخل مدينه المضيق، نفس المشكل، كاين مجموعه ديال الناس من داخل المضيق اللي صراحه كيتكلموا انه كاين مبالغه يعني في الاسعار ديال الفاتورتين ديال الماء والكهرباء. اشكال
حاليا داخل المغرب، وهو ان هذا باسيل الحقاوي مولا التسريح ديال 20 درهم، او شرفة افيلال مولا التسريح ديال 2 فرانك، او ديال رشيد طالبي العالمي مولا التسريح ديال الصلاة ديال الفجر، او ديال الوزير ديال هذا اللي هو محمد او الجار، على العلاقات يعني الجنسية بين الراشد والراشدة. الاشكال مطروح مثلا في غير في مدير ديال كنتكلموا هنا على وزير العدل، وهو انه كان الأولوية يتكلم على واش أنه كاين حقوق الإنسان داخل المغرب، ثانيا واش كاين أنه المحاكمات اللي كاينة حاليا لا في يعني في الحسيمة ولا في الدار البيضاء، واش هي محاكمة اللي هي عادلة، واش كتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، عوض أن ندخل يعني في موقف مناقشة ديال قانون ديال التعرش وواحد واحد القضايا اللي هي هامشيه. وكنعرفوا انه فيما يخص يعني كنتكلموا هنايا على القضايا الهامشيه، كنعرفوا ان حتى الاعلام ديال المغرب كيلعب واحد الدور كبير فيما يخص يعني لا التكليخ ديال الشعب المغربي ولا التدجين ديالو، ولا كذلك انه كيلعب واحد الدور كبير في انه كيسلب يعني يعني المغاربة من الهوية المغربية ديالهم، اللي هي هوية لا إسلامية ولا هوية اللي هي صراحة عندها جذور. والإشكال المطروح حاليا وهو أن نعتبر البعض كيعتبر أن الدوزيم مقدسة، البعض آخر يعتبر أن أخ النوش مقدس، البعض آخر يعتبر أن بعض يعني الوزراء مقدسين. وآخر المطاف نحن نتكلم يعني على شخصيات عمومية، على مؤسسات عمومية تتقاضى اللي يعني تتقاضى الاجور ديالها من المال، لا ما كان المعلل لا تزيم ولا الوزراء ولا المستشارين ديال الملك، ولا حتى المؤسسه الملكيه، ولا مجموعه ديال يعني ديال الاطراف اللي كاينين حاليا داخل المغرب. هادو ناس كاملين صراحه كيتخلصوا من المال العام، وان المواطن المغربي من حقه انه ينتقد، ومن حقه انه يعبر على الراي ديالو، اننا كنعيشوا حاليا رده حقوقيه، وكنعيشوا اجهاز يعني اجهاز على المكتسبات ديال الشعب المغربي، خاصه واننا على الابواب ديال الذكرى ديال فبراير. الاشكال المطروح حاليا وهو ان اللي كيتكلموا هنايا على الحكومه، اشكال الحكومه هو كاين الحكومه المغربيه، وكاين واش عندها يعني الصلاحيه ديال اتخاذ القرار، واش عندها استقلاليه، واش عندها مصداقيه، واش يعني القرار كنقول انه واش عندها بودير. الاشكال المطروح وهو كما يقول دائما تحياتي الاخ خنيفرة، كنت ضمن الساكنة ديالنا في مدينة ديال الخنيفرة، في إطار يعني المطالبة ديالهم بالتحسين ديال القدرة الشرائية ديال المواطن الخنيفري والمواطنة الخنيفرية. كذلك أنا شخصيا ملي كنتكلم بواحد في التدوينات ديالي كنقول في البدء كانت القضية، وفي البدء كان الصدق. الإشكال المطروح حاليا داخل المغرب ليس يعني في أنني ندير مباشر يعني وتكون عندي واحد العدد كبير ديال المعجبين، واحد العدد كبير ديال المشاركات، وإشكال المطروح وهو انه الانسان يكون صادق يعني في الكلام ديالو، وكذلك هو انه يطمح ان نكون الشعب ككتله واحده، شعب يعني عنده طموح اللي هو الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه، لان هذه الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه هي التي تكفل المواطن المغربي والمواطنه المغربيه يعني الخانه ديال الانسانيه، لان الانسانيه ماشي كل انسان انسان، خصو مجموعه ديال الشروط، مجموعه ديال المقومات، من بينها الحق في التمدرس، الحق في التطبيب، الحق في التشغيل، الحق في السكن، الحق تنقل، الحق التطبيب. الانسان يعني المواطن المغربي ملي يمشي للمستشفى كيحس براسو يعني صحتا يعني من بعد، كيمشي للاداره المغربيه كيحس براسو من بعد، ما عليه باننا دائما يعني نتكلم على تقريب الاداره من المواطن المغربي، واحد مجموعه ديال الشعارات، وانه الاشكال ان دلال الرشوه، واحد مجموعه ديال الحوايج. كذلك كنمشيو للاطلس كنجبروا يعني القمه ديال العزله، لا يعقل ان أنا في 2018 وكنتكلموا على تنظيم ديال المونديال في 2026، ومازال يعني عندنا عزلة على الأطلس، عزلة على العالم القوي. الصوت واضح؟
المهم دائما يعني كنحاول يعني نتفاعل مع مجموعة ديال البحار والحرائر ديال المغرب، وشخصيا أتكلم من شمال المغرب بكل حرقة، وأعتبر أن المغرب يعيش يعني واحد المرحلة التاريخية في إطار يعني الإجهاز على مكتسبات ديال الشعب المغربي، إجهاز على حقوق اللي هي مكتسبة. كنتكلموا هنا غير على الحق في التضامن السلمي والاحتجاج، كذلك كنتكلموا على الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وكذلك الحق في التنقل. هذه كاملة واحد مجموعة ديال الحوايج اللي صراحة نحن لا يشرفنا كمغاربة أننا نحتل الرتبة 123 سلم ديال التنمية البشرية. هذه كنطرحوها يعني الناس اللي كيسيروا هذه البلاد، الطبقة الحاكمة، هذه الوزارات، هذه يعني هذه الناس هذو اللي صراحة شوهوا بالمغرب، يعني عطوا واحد الصورة جد سيئة على المغرب. لا يعقل أن الجزائر 83، تونس 97، ليبيا 102، مصر 111، ونجوا المغرب 123، ونتكلموا هنا على الأمن والاستقرار، ونتكلموا على دولة ديال الحق والقانون، ونتكلموا هنا يعني على الهيبة ديال الدولة، وجي رئيس ديال الحكومة صراحة اللي هو بالنسبة لي شخصيا ما كاينش رئيس حكومة الدور ديالو صراحة غير يعني أنه دور شوفيني. ما كنتكلموا على الشوفينية، نتكلم يعني على البروز، أن نتكلموا على أن الماء في الرباط ملوث، مشى تلتما وده وفي يشرب الماء باش يبين للخارج، وبين كذلك المغاربه ان الماء غير ملوث. اشكال المطروح وهو ان الشعب المغربي كيف ما كنقولوا دائما هو خصو شويه ديال الكرامه، شويه ديال الحريه، شويه ديال العداله الاجتماعيه، خصو شويه ديال حقه ديال الثروه. لان الاشكال المطروح حاليا داخل المغرب، نتكلم يعني على ازمه ديال الثقه، نتكلم على الاحتقان والاخلاق اللي هنايا يستغلون جهلنا. الاشكال المطروح حاليا الاخ وهو الجهل. تصور انني مثلا كندير مباشر، كنجبر في المتابعه جوج ديال الاشخاص، ثلاثه ديال الاشخاص، كتجي كدير مباشر كتجبر فيها 40,000. هذا هو يعني ان حتى يعني بالنسبه للمجتمع ديالنا، هو مجتمع اللي هو صراحه من رحم ربي مجتمع غريزي صراحه. نتأسف يعني حتى على الإعلام ديال المغرب، لا الدوسي ولا الأولى، اللي هما صراحة كرسوا الثقافة ديال داخلة في إطار التسجيل. لأنه كيف ما كيقول واحد المفكر، كان يفرح الدولة أنه يكون عندها شعب جاهل. في آخر المطاف كما قال يعني الأستاذ جسوس، قلنا اللي كتستهدف مجتمع عليه التعليم، وكذلك باش تستهدف التعليم استهدف المعلم. الاشكال المطروح حاليا هنايا هو ان الدوله المغربيه اهتمت بالمدن الكبرى، اهتمت مثلا بفاس، بالدار البيضاء، الرباط، مراكش، كذلك تكلموا هنايا على طنجه، على اكادير في اخر المطاف، يعني الهوامش والمدن الصغرى، كذلك المداشر ما استفدتش يعني من حقها في اطار. كنتكلموا هنايا كاين جوج ديال المصطلحات اللي هما من المداخل ديال الدوله الديمقراطيه، ومي كنتكلموا على الدوله الديمقراطيه عبد ربي فاعل سياسي، ويعتبر ان السياسه حق قصوري، انك اذا ما مارستش السياسه داخل المغرب ستمارس عليك. كان اللي طرح في المغرب وهو في ازمه الوساطات، ومي كنتكلموا على ازمه ديال الوساطات، نتكلم هنايا على الـ على الـ على الـ على الاحزاب المغربيه او الدكاكين السياسيه، نتكلم يعني على احزاب اللي صراحه تنهج يعني ذاك السياسه اللي هي صراحه موسميه، سياسه ديال الوعود الفارغه، سياسه انها تعتمد على اصحاب الشكاره، على يعني تزكيه التعطوع، يعني رجال الاعمال، المبيدين ديال الاموال، تجار المخدرات، وهذا اللي عطى لنا مشهد سياسي داخل المغرب اللي هو غير سليم. اشكال المطروح. تحياتي للأخت اللي قال أن العدل مات، أقول أنه إذا سألوك عن العدل فقل مات عمر. في آخر المطاف نحن نطمح إلى العدل يعني داخل المغرب، وفي آخر المطاف احنا نحن يعني نعيش يعني داخل المغرب في إطار تدافع يعني وصراع، يعني صراع يعني اللي هو مشروع من أجل دولة ديال الحق والقانون، وهي الاحتلال
الحياة أصلا صراع بين الحق والباطل وبين الشر والخير، وهي يعني كنتكلموا هنا على التدافع، يعني الاستمرارية. الإشكال المطروح عليا هو أنه مي كنتكلموا على الحركات اللي عرفها المغرب، كنتكلموا على حركات اجتماعية، ولكن هي في العمق ديالها سياسية، لأنه إذا كنا غنتكلموا على الحراك ديال الريف ونتكلموا على المنطقة ديال الريف مثلا، الحراك ديال الريف كانت أربعة ديال المطالب اللي هي واضحة: المطلب ديال المستشفى ديال السرطان والجامعة، رفع العسكرة والتنمية ديال المنطقة ديال الريف. هادو أربعة ديال المطالب إذا حطيناهم للطابلة وناقشناهم ما كيتسموش مطالب، كيتسموا حقوق اللي هي عادلة ومشروعة، وكأنه الدولة المغربية أنها يعني تجاوب إيجابيا مع النشطاء ديال الحراك ديال الريف. إشكال المطروح حاليا وهو أن الدولة المغربية ما كاينش عندها يعني وسائل يعني من أجل أنها تدير إجابات على مجموعة ديال الاحتياجات الاجتماعية ديال المواطن اللي لنا في آخر المطاف. السؤال المطروح وهو أين هي السيولة، يعني الأموال، الأموال والخيرات ديال البلاد. الإشكال المطروح وهو أن لو كان عند الدولة يعني الفلوس، تحياتي الأخ اللي كيتكلم، قلت أنني كنتكلم بكل عفوية وبكل حرقة، ولا تهمني الضريبة لا الاعتقال ولا هم يحزنون، لأن في آخر المطاف اللي غتبقى فينا هي الوالدة ديالنا، ماشي حاجة. الله يجعل البركة، 37 سنة عشناها، ولكن في آخر المطاف عندنا وليداتنا، عندنا أسر ديالنا، عندنا إخوان ديالنا. ما نسمحوش أن المغرب صراحة يكون واحد ضيعة أو مزرعة، أنه يكون واحد مجموعة ديال الوزراء اللي هما يعني دبروا الشأن الوطني في آخر المطاف، يعني يتم الإعفاء ديالهم أو يتم يعني الإقالة ديالهم في إطار يعني غضبة ملكية أو ما شابه ذلك، يهزوا وليداتهم، يهزوا الأموال ديالهم ويمشيو يعني يعيشوا في فرنسا، وفي آخر المطاف يبقى المواطن المغربي كيعاني. الإشكال المطروح حاليا داخل المغرب هو التفعيل ديال المقتضيات ديال الدستور ديال 2011. ملي كنتكلموا على الدستور ديال 2011، نتكلم على المادة اللي هي واضحة أن المغرب ما عمره يتقدم. أنا كنتحمل المسؤولية أن المغرب عمره يتقدم إذا ما كانش يعني ربط المسؤولية بالمحاسبة. ربط المسؤولية بالمحاسبة تتجلى أنه اللي سرق شي درهم ديال الدولة خسره، اللي سرق شي درهم ديال المال العام خسرته. في آخر المطاف نحن يعني كمغاربة ما عندنا نديروا لا سجن الوزير فلان فلاني ولا الوزير ديال الفلان فلاني. الإشكال المطروح وهو أن ذاك المال العام هو مال جميع المغاربة. من يؤدي الضريبة؟ المواطن المغربي. من يؤدي الضريبة؟ المواطنة المغربية. لأن في آخر المطاف اللي كنتكلموا حنايا كنتكلموا كمواطنين مغاربة مغاربة من داخل المغرب، والشعار ديالنا إذا كان شي واحد عنده شي شعار أن حتى حنا كشعب من حقنا نرفعوا شعار ديال عاش الشعب. في آخر المطاف قلت أنني من الناحية الإيديولوجية لا يهمني أن أكون لا يساريا ولا إسلامويا ولا يمينا، بقدر ما أنه الانتماء ديالي هو الانتماء للشعب المغربي أولا، وكذلك الانتماء للهامش، لأن الهامش حاليا كيعيش يعني واحد تفقير، كذلك يعيش تهميش. وتحياتي الاخ عبد الله ياسر، وكان كنت انه لا الحراك ديال التندراره والحراك الحراك ديال الوالماس، تصوروا ان الوالماس يعني فيها اعتصام مفتوح، مع العلم انه شركه ديال سيدي علي الباترونه اللي هي مريم بن صالح عندها صراحه واحد الامتداد يعني خارجي، امتداد كبير، وحتى يعني الشركه ديال سيدي ولات شركه عالميه والله يوفق. ولكن الاشكال المطروح وهو اداره واحد المجموعه ديال الشركات، مجموعه ديال الخيرات اللي كاينه على البلاد، باش عندها يعني يعني انعكاسات على الشعب المغربي. الاشكال المطروح داخل المغرب هو كاين الذهب، كاين الفضه، كاين الفوسفات، كاين البحر الابيض المتوسط، كاين المحيط الاطلسي، كاين الفلاحه، كاين واحد مجموعه ديال الخيرات ديال البلاد. واش هذا الشيء هذا كينعكس على الشعب المغربي، في حين اننا كنشوفوا ان الشعب المغربي فقط يعني البطاله والتهميش والفقر ومجموعه ديال الكراكيز والبيادق داخل الحكومة المغربية، يعني كيطلقوا واحد مجموعة ديال التصريحات اللي هي عشوائية. مثلا بحال باسم الحقاوي 20 درهم، تصوروا انها كتكلم على ان 20 درهم مواطن مغربي لا يصنف يعني في الخانة ديال الفقر، مع العلم انه المندوبية السامية يعني تكلمت على 6 ديال الملايين ديال المغاربة يعيشون يعني تحت يعني العتبة ديال الفقر، وان الاشكال ديال البطالة وديال الفقر وديال الهشاشة داخل المغرب بغينا ولا كرهنا. كاين فقر داخل المغرب، كاين هشاشة،
كيبقى لا كيتهش يعني كان يعيش واحد المستوى اللي هو كارثي. في اخر المطاف ملي خرج شي واحد يتكلم كيقول لك عكاشة، الاشكال المطروح وهو ماذا بعد عكاشة. تحياتي الاخوان ديال الفنيدة، مهم عبد الرباني يتكلم من داخل المغرب ولكل جرأة بالمناقشة، يعني عفويا يعني بدون يعني بدون خلفية ايديولوجية، لانني اعتبر ان النضال ديال الجامعات، النضال ديال الاحزاب المغربية او ديال الدكاكين السياسية، النضال ديال النقابات او النضال ديال واحد مجموعة الاطارات للجامعات جمعوية ولا النقابية ولا السياسية، يعني تجاوزهم التاريخ. نحن نتكلم على النضال ديال الهوامش، ملي كنتكلموا على النضال ديال الهوامش نتكلم على الريف، جرادة، تندرارة، والماس، تنغير. تروا أن تنغير كاين يعني مسيرة على الدواب، على البغال، باش أنهم مشيو للعمالة باش يرفعوا التهميش والفقر على المنطقة ديالو. في آخر المطاف كنتكلموا على التنظيم ديال المونديال و13 ديال المليار اللي هي ميزانية مرصودة لتنظيم ديال المونديال. كذلك كنتكلموا هنا على التي جي في، من انا التي جي في والاطلس، يعني كان ماشي بداك العقليه ديال القافله التضامنيه من المدينه الفلانيه الى الاطلس، قافله تضامنيه من المدينه الفلانيه الى الاطلس. انه حتى كيولي كل شيء كيتكلم الفيسبوك، اللهم هذا منكر، كاين عزله، كاين معاناه، كاين ماساه داخل راس عليهم. انه الاطلس هو العمق ديال المغرب، الجامع جماد ديال المغرب هو في الجبال ديالو، في الاطلس ديالو. انه كيف ما قلت دائما، ان اذا كان ذاك الثلج يعني بالنسبه للشعب المغربي او بالنسبه للدوله المغربيه هو نقمه، فيعني نتكلموا على دول العالم الاول، الثلج هو نعمه. علاش ملي كنتكلموا على نعمه نتكلم على يعني على الناس اللي كيسيروا البلاد، كيفاش كيشوفوا انه مثلا اذا كان عندنا واحد المنطقه اللي فيه هي الثلوج، منطقه اللي هي فيها يعني الصقيع، وكيفاش كيديروا لك السياحه الجبليه. انه يداروا يعني ما يكونش يعني عندنا حكومه او الناس اللي كيسيروا البلاد حكومه ديال رجال المطافئ، حتى انه الفضيحه يعني تعمم داخل الفيسبوك، تعمم داخل القنوات ديال الاعلام، عاد تنوض الحكومه وتحرك ودير يعني واحد مجموعه ديال الاجراءات اللي هي ترقيعيه، مع العلم انه مثلا في المانيا، في فرنسا كيديروا كيديروا السياحه الجبليه، السكي، يديروا واحد مجموعه ديال الاويل، يحلوا الطرق. الاشكال المطروح حاليا هو احنا داخل المغرب باقي عندنا الناس كيموتوا في الاطلس، ومن هاد الناس اللي كيعرفوا الاطلس ويعرفوا الطفله ايديا رحمها الله. نتكلموا كذلك على مجموعه ديال الشهداء ديال انفكو، الناس اللي كيموتوا بالبرد العام اللي فات، ونتمنوا من الله ان هاد العام يعني ما يكونش يعني شهداء، لان هذا كامل كيدخل في اطار النزيف البشري. وان ملي كنتكلموا على النزيف البشري نتكلم ان الاوطان تبنى بالانسان، الاوطان لا تبنى بالسجون، لا تبنى بالمقاربه الامنيه. والسؤال المطروح هو لماذا يعني تم الاعتقال واحد مجموعه كبيره داخل منطقه الريف ومنطقه ديال جرادة، كاين شطاء، كاين يعني واحد مجموعه ديال المقترح، كاين واحد مجموعه يعني واش باغي نسوقوا ان المنطقه ديال الريف هي منطقه يعني انفصاليه، مع العلم ان الشعار اللي كانوا رفعوا الاخوان ديالنا داخل المنطقه ديال الريف، وكانوا داروا واحد اللافته كبيره في مربى خيو اللي هي لسنا انفصاليين. ومن هذا المنبر يعني ساكنه ديال الريف صراحه كان تكلموا هنايا على الاحزاب او الدكاكين السياسيه السته اللي صراحه تتحمل المسؤوليه التاريخيه. حزب العداله والتنميه، حزب الحركه الشعبيه، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني الاحرار، والتقدم الاشتراكيه، وكذلك مجموعه ديال هادو سته ديال الاحزاب صراحه تاريخيا يتحملون المسؤوليه التاريخيه، لانه لا يعقل ان يكون بلاغ من طرف الاحزاب انهم يتهموا الحراك ديال الريف بالانفصال. يعني كنجيو غير مجموعه ديال الاعتقالات اللي وقعت داخل المنطقه ديال الريف، مثلا نتكلموا على حميد المهدوي، الزياره ديالو المنطقه ديال الريف، عادل البداحي، الزياره ديالو المنطقه ديال الريف، كذلك نتكلموا على طارق مهم، الزياره ديالو المنطقه ديال الريف. الاشكال المطروح حاليا وهو صراحه واش
واش المقاربة الأمنية عطات شي نتيجة. بالعكس، أنني دائما أقول أن المقاربة الأمنية تزرع الحقد والكراهية، وأنه عوض أننا نعتقلوا ذاك النشطاء ديال الحراك ديال الريف، كان المفروض أننا نفحوا تحقيق يعني في الاختلالات ديال المشروع ديال المنارة ديال المتوسط، مع أن المشروع ديال المنارة ديال المتوسط لا علاقة بمنطقة ديال الحسيمة. ملي كنتكلموا على الحسيمة والريف، نتكلم يعني على سياق تاريخي منذ 1956، نتكلم على الأحداث ديال 1958 1959، كذلك الأحداث ديال 1984. نتكلموا كذلك على الشهداء ديال مدينة ديال الحسيمة، خمسة ديال الشهداء اللي تحرقوا داخل المدينة ديال الحسيمة، وباقي صراحة التحقيق باقي مفتوح. إن شاء الله حاليا هاد الشباب هادو اللي كيمشيو ولا ديال الحسيمه، ولا كذلك ديال جراده اللي هما عندهم 44 شهيد، ولا ديال الصويره ديال حفنه الطاحين، ولا ديال مجموعه ديال الناس اللي صراحه تحياتي للاخ، انه المصطلح ديال الدكاكين السياسيه كان قابل يعني ناصر الزفزافي، وكان متداول وطنيا. الاشكال المطروح حاليا وهو انه ناصر الزفزافي اكد ان الاحزاب السياسيه هي مجرد دكاكين، من خلال تصريحاته كان يعني صراحة على صواب على شيء، أن أين هي الأحزاب السياسية، أين هي الدكاكين السياسية، أين هي هذه الأحزاب اللي صراحة الدور ديال الأحزاب، ما هو الدور ديال الحزب، الدور ديال الحزب داخل المغرب وهو التوعية ديال المواطن والتأطير دياله، وكذلك الدفاع على المصالح ديال المواطن والدفاع على القضايا ديال المواطن. وفي آخر المطاف يعني أنه تكون عنده تمثيليات داخل المؤسسة. الإشكال حاليا في المغرب هو انهم هاد الاحزاب هادو يعني المنظومه السياسيه او المنظومه الانتخابيه، نحن نتكلم عن منظومه سياسيه فاسده، منظومه انتخابيه فاسده متحكم فيها يعني مطبوخه، ويعني والخارطه يعني كتكون اصلا يعني متحكم فيها. الاشكال المطروح وهو ان حتى الشعب المغربي يعني كاين وعي، وكاين ارتفاع ديال المنسوب ديال الوعي، وكاين عزوف سياسي. الاشكال اللي بغينا احنا حاليا وهو وأن كشعب مغربي نكونوا كتلة واحدة تجمعنا الإنسانية، يجمعنا الإسلام، ويجمعنا الواجب، وتجمعنا الوطنية بالمفهوم ديالها الإيجابي، ماشي بمفهوم ديال الطبلطاجيت وتعياشيت، لأن في آخر المطاف اللغة ديال العاش لا تصنع الأوطان بل تصنع الديكتاتوريات، وأن الأوطان تبنى يعني بواحد مجموعة ديال القواسم من بينها يعني كنتكلموا هنا على الناس اللي كيتكلموا على عاش عاش، اشكال تروح ماذا بعد عاش، هذا هو المشكل اللي تروح. انا شخصيا اتكلم من المغرب وكنتكلم بكل حرقه، ما نتكلمناش، لان كنشوف ان الاجيال الصاعده، كنشوف ان الناس اللي طالعين يعني اللي طالعين ان المغرب صراحه راهين، ملي كنتكلموا على المغرب راهين يعني بالسياسه ديال المؤسسات الدوليه، راهين يعني المديونيه المرتفعه اللي يعني في على 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 الدوله المغربيه. وملي كنتكلموا على راهين، نتكلم على انه لا الاجيال الصاعده ما عندهاش مستقبل في ظل هذه الوضعيه هذه، عوض انهم يخرجوا مجموعه ديال التصريحات اللي هي فارغه، خص يعني اجابه لاحتياجات ديال الشعب المغربي، خص يعني تفكير يعني في هذه المديونيه اللي كاينه كبيره على 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 هذا الوطن هذا، كيفاش اننا يعني نحاول يعني نخفضوا من المديونيه، مع العلم اننا نتكلم على 83% ديال المديونيه اللي كتوصل حتى للناتج الاجمالي. الاشكال المطروح وهو انه ملي كتكون عندك مديونيه مرتفعه في اي دوله وفي اطار يعني علاقه مع المؤسسه ديال الدول الدوليه، ملي كتكون السوق الدوليه مؤسسه عالميه كتقرض واحد مجموعه ديال الدول مبالغ اللي هي كبيره، ولكن هاد المبالغ هذه كتكون مبالغ في اطار يعني يعني توافقات في اطار يعني 1984 كانت سياسه ديال التقويم ديال الهيكل، كانت المفروض من طرف يعني صندوق النقد الدولي، كاين صندوق النقد الدولي، كاين المنظمه العالميه التجاريه التجاره. الاشكال المطروح حاليا وهو ان هاد صندوق النقد الدولي ولا هاد المنظمات العالميه يعني الماليه هذه كامله كتحكم فيها الشركات المتعدده الجنسيه، والشركات المتعدده الجنسيه هي عندها الطابع ديالها هو طابع تجاري، وكتعامل يعني بالعقليه ديال الربح والخساره. الاشكال المطروح هو انه ملي كتكون عندك مديونيه كبيره وكتجي يعني صندوق النقد الدولي كيجي المغرب،
كيكون يعني واحد مجموعه ديال المشاورات، مجموعه ديال الاجتماعات مع الحكومه. الاشكال المطروح هي ماشي مشاورات وانما كتكون توجيهات. الاشكال ديال التوجيهات وهو انه كيمشيو في جوج ديال المسارات، جوج ديال الحوايج. الاشكال الاول مثلا في 1997 كنا دخلنا في المشكل ديال الخوصصه، والمشكل ديال الخوصصه شكون اللي كيكون فيه الضغط؟ وهو المواطن المغربي البسيط. وقلنا انه التجربه ديال 1997 اللي كان كيقولوا انه انقاذ يعني المغرب من السكته القلبيه، بالعكس انه تم انقاذ يعني المخزن من السكته القلبيه، وان مجموعه ديال اشباه المناضلين ديال التجربه ديال التناوب ديال الاتحاد الشراكي، شفنا انهم يعني من بعد ما طلعوا يعني في 2000 2000 و في 1997 يعني كيفاش ولاو انهم يعني سلطويين اكثر من السلطه، وكيفاش انهم ولاو يعني من المفسدين. الاشكال المطروح حاليا هو انه في 1997 كانت الخصاصه، ومن بين الخصاصه شفنا يعني كان وزير ديال الماليه فتح الله لالو، وكيفاش انه كان يعني كيتم يعني فرض واحد مجموعه ديال الضرائب على الشعب المغربي. قلت ان صندوق النقد الدولي كيبدا لك جوج الحوايج، اما الخوصصه، والخوصصه شكون يكون فيها الدق؟ هو المواطن المغربي البسيط والمواطن المغربي الفقير، ويعني والطبقه الهشه. الاشكال المطروح حاليا وهو في اطار يعني الخوصصه حيدناها، كندخلوا في اطار يعني سياسه ديال التقشف. عندنا الخوصصه يكون فيها الدق البوبري، وعندنا كذلك التقشف. سياسه ديال التقشف شكون كيكون فيها الدق؟ وهو المواطن البسيط الفقير الطبقه الهشه، وكذلك الموظفين، لان ما كنعرفوا انه السياسه ديال التقشف هو كنضربوا الوظيفه العموميه. حاليا ما بقاش الوظيفه بالمباشر، ما بقاش الوظيفه بالمباراه، ولات المباراه والتعاقد. وهذا واحد الضرب، واحد المكتسب ديال الشعب المغربي، لانه مجموعه ديال الشباب كانوا كيقراو من حقهم انهم يلتحقوا بالوظيفه العموميه في اطار يعني عمل اللي هو مستقر بدون تعاقد. وهذا صراحه عوض اننا ندخلوا يعني في واحد مجموعه النقاشات اللي هي تافهه، مثلا ديال الوزير ديال الشبيبه الرياضه، لان في الشبيبه الرياضه رشيد طالبي العالمي انا من مدينه تطوان، وكنعرف انه عنده مشكل ديال التهرب الضريبي، وكاين مجموعه ديال الوعود اللي وعد بها مثلا الساكنه ديال مضيق فنيدق في اطار انه غادي يحل المشكل ديال باب سبته المحتله، ومشكل ديال الضحايا ديال التهريب ماشي، وغادي يحل المشكل ديال البحاره في اخر المطاف. وعد واخلافه، وهذا هو اللي خلى مجموعه ديال الناس انه داخل المغرب انهم كي عندهم واحد علامه استفهام، وكيشوفوا ان في السياسيين فقط يعني الناس اللي هما صراحه كيكذبوا. هذا هو الاشكال المطروح. وكيف ما قال الشاعر رحمه الله نزار قباني، قال ان عفافنا عهن ونضالنا كذب تقوى قدر، وان لا فرق بين الدعاره والسياسه. الاشكال المطروح هنا يعني الفرق بين الدعارة والسياسة هو أن في أخص الدعارة هو أن كاين يعني ناس، ولا كاين يعني نساء مغربيات يمتهن الدعارة، يا إما يعني الظروف اجتماعية أو ظروف عائلية أو ما شابه ذلك. إشكال المطروح هو أن حتى ديك العاهرة، أو حتى ديك، أعتذر على المصطلح ديال العاهرة، هذيك أشرف من السياسي اللي كي ينهب المال العام، واللي كيكذب على المواطن في اخر المطاف. كان انه هذا المشكل ديال التقشف والوساطه اللي كان الدق، وهي الطبقه الوسطى والطبقه الفقيره والطبقه الهشه. وكيف ما قال المهدي عامل، المفكر المهدي عامل، قال انه يعني صمام الامان، يعني الاستقرار ديال اي بلاد ماشي هو الامن والاستقرار، وانه يعني تكون ما كانش الجريمه. المشكل هو انه الصمام ديال الامن ديال اي بلاد، وكذلك الاستقرار ديال البلاد، كنسمعوا الطبقه الوسطى، وملي كنتكلموا على الطبقه الوسطى هي اللي كتجي، كاين الطبقه الفقيره والطبقه يعني البرجوازيه، وكتجي بيناتهم الطبقه الوسطى. الاشكال المطروح حاليا يعني منذ يعني المجيء ديال 1997 كانت تجربة ديال التناوب، شخصيا اعتبرها تجربة ديال التناوب على الشعب المغربي، وكذلك جات تجربة ديال 2011. في اخر المطاف كنشوف ان حتى النظام المغربي يعني كيدير تنازلات في الاستثناء. مثلا درت استثناء في 1997 لانه كان يعني تجربة ديال الحسن الثاني، كانت في النهاية ديالها، وكانت يعني تجربة ديال الخريف العربي اللي هي ديال 20 فبراير. اشكال المطروح
حاليا، وهو انه لماذا حتى لين غنبقاو كنتعاملوا يعني بالعقليه ديال الاستثناء حتى تكون يعني شي احتقان اجتماعي كبير، وعاد ان الدوله المغربيه تدير تضحيات وتعطي واحد مجموعه ديال المكتسبات للشعب المغربي. الاشكال ما تروح، وهو انه الدوله المغربيه في اطار يعني التعاطي ديالها مع الشعب المغربي حتى فيما يخص يعني مكتسبات ديال حركه 20 فبراير المجيده، يعني على الابواب ديال حركه 20 فبراير، وعبد الرب يعني افتخر يعني بالانتماء ديالي للحركه. اقول انه المشكل وهو انه حتى ذاك المكتسبات اللي جابتهم، تحياتي للاخ، وهو انه كيف ما قال ان الدعارة نتيجة الفقر، اما السياسة فهي نتيجة الجشع. اكيد، ولو كيف اخر المطاف هو الفقر ظاهرة اجتماعية، وكذلك الفقر يعني من المسببات ديالو هو الغياب ديال العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية. ومي كنتكلم انا العدالة الاجتماعية هي التوزيع العادل للخيرات ديال البلاد، وكنتكلم هنا على العدالة المجالية هو التوزيع ديال الخيرات ديال البلاد، ولا التنمية ديال البلاد على جميع مناطق ديال المغرب. لان اخر المطاف يعني ما نتكلموش على كاين المغرب ديال النافع، المغرب الغير منتفع، والمغرب يعني الغير نافع. الاشكال المطروح هنايا هو الهامش، هو الهامش. ملي كنتكلم على الهامش نتكلم يعني على المداشر، نتكلم على المناطق يعني اللي هُمشت تاريخيا، نتكلم على المدن الصغرى، لان بعد يعني 1984 وانتفاضه ديال 1400 1984 يعني كان يعني كتعطى شويه ديال الهاله النقابات، وكتعطى الهاله يعني من بعد الاطارات السياسيه، وخصوصا اللي عندها مرجعيه يساريه او مشاهدي، وكانت يعني الاولويه للمدن الكبرى اننا يعني 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 نتحكموا فيها. الاشكال المطروح وهو انه تم التركيز على المدن الكبرى وخلينا الهوامش، وشفنا انه كان واحد التناقض اللي هو حاليا داخل المغرب. كنا كنشوفوا انه كان واحد مجموعه ديال الناس يعني قبل 97 في 97 داخل البرلمان كتكون واحد معارضه كبيره، وفي الشارع ما كاينش يعني انعكاس ديالها، وبالعكس يعني دابا حاليا كنشوفوا انه كاين معارضه كبيره داخل الشارع. كنتكلموا هنا على الحركات اللي يعني كتخوضها الجماهير الشعبيه، وفي اخر المطاف انعكاس ديالها على الاطارات السياسيه او ذاك الانتخابيه او على البرلمان ما كاينش. المهم الاشكال المطروح حاليا هو احنا كمغاربه خصنا نديرو يعني واحد مجموعه ديال الاولويات. من الاولويات مثلا غنديرو المناطق